كان يحبس الآن ما يحبس تحت السطح أكبر بكتير مما قد يتبدل على السطح. التفاعلات العميقة ممكن تطلع بعد فترة أدب عظيم. فلو سمحت مش عايزين نصادر مطبخا على التفاعلات الكاسية والكاسية والكاسية هنشوف. لكن طبعا أنت بتتكلم الزاوية الأيديولوجية في خلاف الأيديولوجية من جيل محمود درويش والجيل الحالي. الخلاف الأيديولوجي له علاقة بالقلب وله علاقة بالفن وله علاقة بالإبداع بين التصور الجسير القضية والتصور المحافظ. كلاهما قتل وكلهما كلاهما ضحى لكن من طرقات مختلفة. لكن أنا عاوز أقول لك على حاجة ما تزعلش. يعني أنا كاتب مقال النهارده لسه ما نزلش تحديدا. وأعتقد إنه بيلقي الضوء على مساحة غامضة. المقال عن يحيى السنوار اللي هو زعيم قتل. زعيم حماس. والمطلوب الأول الآن من إسرائيل. نتنياهو ووزير الدفاع جالنت كلهم بيقولوا سوف تصل إليه ورد عليه. السنوار قديم ودلوقتي. في سنة 2004 وهو في سجن عسقلان صدر رواية أخرى اسمها رنفل. رنفل والشوك والشوك الروف والشوك أو شوك الروف شوك الروف شوك الروف. أنا كتب عليه يعني لسه ما انتشرش. أنت أنا قدام أكتر من حاجة غالبا الإسلاميين المحافظين ملهمش علاقة كبيرة بالثقافة الإنجليزية إبداع مفيش. اليسار أو المسيحيين المصريين هما الأساس. في تفاعل. كل محاول أن يكتب حاجة أنت اكتشف الأدب. أول حاجة عنوان الرواية. الشوق والعرض الشهد والدموع غريب محفوظ. يعني في تأثر تكرر معه. وهو في السن. يعني معناه أنه أرى ومتأثر غريب محفوظ. وسمع مرة كشف مرة كذا يعتعز. في بناء الرواية والجو العام بتاعها هتكتشف المتأثر بغسان كنفاني جسام. فأصبر على التفاعلات التانية اللي هو في سنة. فأنا كان زعيم لحماس وطلع الرواية عملها عبد عارف نفسه الأسير أبو إبراهيم يحيى السنوار. يعني واسمه يحيى إبراهيم السنوار وغالبا عنده ابن واحد تاني اسمه إبراهيم السنوار غالبا. ففي سيب تفاعلات موجودة يعني وبعدين عنده في الرواية مثلا طبعا هو بيلطف بلاقي إن دي مش مذكرات شخصية ولا مذكرات أي حد تاني لكن كلها حقيقية. لا أغلبها تجربة استمرار نفسي ومواجهته في العالم. فعنده هو الحاجات يا دكتور نور اللافتة في الرواية حاجتين أساسيين. الأولى المسجلات حوالين فتح والعلاقة معها بظروف الفلسطينية. حماس في ذلك الوقت طويل سنين تسعة أحداث ما تشكلش لكن تسعة في البداية. يعني 2004 هو لما دخل 88 ما كانش يحبس. لكن هو اللي بيتكلم فيها عن هل الشهداء او قتلى فتح الشهداء ولا لا؟ سيدنا موسى ينفع لهم الشهاده هو عملها بس هو ما كانش متذمر وهو ما كانش مقفول يعني نوع مقفول. لذلك لازم اظن لازم إذا ما قدر له يعني ينمو إن شاء الله أصل تبدأ بصوت الواضح حقيقة في فكره من كل عكس
التاني الاغتصاب ضد مصر. بيتكلم على مسجلات جوه مخيمات غزه بشهد عبد المصري. فهو هنا بيتكلم وهو طفل صغير 5 سنين. كان دايما اهله اخوه كبير من الفتح واهله وجيرانه بيقولوا ما تخافش تسمع شيوخ بعينهم من 5 سنين. بيقولوا بيهاجموا جمال عبد الناصر. يعني بنت الحرف اللي بيهاجموا جمال عبد الناصر وضد الوحده العربيه. وكانت مصرية ولا مصر كانت موجودة وكانت مهزومة وكانت مفقودة. يعني قطاع غزة بعد 67 يعني. فأنت هنا عبد الناصر موجود. أنا ما أعرفش أنتوا زي الأستاذ محمود ولا لأ في توجهكم السياسي. لكن أنا عاوز أقول حاجة، أنا لاحظت في الأيام الأخيرة في موجة هجوم في الخليج وفي مناطق أخرى على جبهة عبد الناصر. مفيش أي مبرر. في مصر. عبد الناصر. أنا عاوز أقول لكم على حاجة. أنا الكلام اللي كان فيه بقى 55 سنة. ربنا يديك العمر وتعيشوا وبعدين ولادك يعيشوا وبعدين أحفادك يعيشوا. عبد الناصر ستظل الحقيقة السياسية الكبرى في هذه المنطقة من العالم. بعد 55 سنة لسه محرورين وبيشتموا ومفيش فايدة. ليه الحمل عليه دلوقتي وابتدت تصعب؟ وابتدت تصعب. ليش الشخص هو واحد يفكر ان الشخص مشروع وبيشتموا؟ في تأثير خش شوية شوية للموضوع الرئيسي. أهلا أستاذ أحمد. إذا بصينا شوية إلى ما بعد الحرب على غزة، أيا ما كانت نتائجها العسكرية الأخيرة، لا يستطيع أن يسمع سيناريو أو حاجة واحدة. لكن هي من الناحية الاستراتيجية والأخلاقية أحرزت انتصار غير مسبوق. لكن كان على النص بعد اللي هيكسحوا إسرائيل وسحبوا التاني والكلام ده، ليه كلام تفكير كبير؟ إن السنين مش لوحدها، السنين بتعبر وأنا وراها في الاقتصاد ده الاتفاق الأمريكية وبتتقال ووفروا غطاء إجراء حرب لم تحدث في القرن ده في الشعب ولا يقدر يعمل كده.